المهم انا دلوقتي ايوه عايزاك بس يعني ايه نسيب الموضوع الاعلان ده وكده معلومة. وتمديلي بس على الورق ده ضروري. يا سلام. طيب امضي بالقلم الجاف بقى احسن ماشي عشان يبقى ايه هنا وانا امضي هنا امضي هنا. حلوه الجامده دي. حبيبتي يا معالي حبيبتي والله العظيم. يلا حبيبي يلا ما انا عارف هي الكريزه لما بتيجي بتبقى حلوه صدقيني يا معاني خسيتي وزي انا ما انا بص أمر بضحك أمر عشان أمر. مش مصدقه نفسي ان انا وريني اللفه الحلوه. ووو ووو حسبي حسبي حلو اما بلف ساعات بتحجب مني بس حلو. المهم دلوقتي في حاجه تانية كمان ضروري جدا ان انا اقولها لك. اتفضلي عايزاك تمضي لي بقى على الورقه دي عشان دي سلفه ب 15000 جنيه وفي كمان 470 جنيه انا دفعتهم دول لزمنا عشان خاطر ابنه في المستشفى بيعمل عمليه. يا ساتر يا رب. وفي 20 جنيه سندوتش. مين؟ 20 جنيه سندوتش انا اديتهوله برضه. ماشي. فمعلش. طيب اسمه ايه الموظف ده؟ كريم محمد مصطفى من الحسابات. انت ايه اسم كله بشغلته؟ انت حافظه اسماء الموظفين يا معالي؟ ده كمان ساكن في الجيزه ممكن اقول لك كل التفاصيل حياته والسي في. حرام عليك يا معالي وقعت الايمج بتاع الشركه. طيب. امضي بس على السلفه. قادر؟ تمام. ايه ده؟ اتفضلي. انت مش هتمضي على السلفه؟ امضي ايه يا معالي؟ الشركه بتخسر، السلفه ايه وبتاع ايه؟ ربنا يتولانا. طب ماشي طز بقى في ايه. طب انا دلوقتي هنرجع بقى لموضوع الاعلان. انا مش هقبض اقل من ان انا اخد بالدولار، يعني مش هقبل غير ان انا اخد بالدولار، ومش هقبل ان انا اقعد في كرفان اقل من كرفان الفنان غادي عبد الرازق. طب ولو قلت لك عشان خاطري ممكن تعمل لنا ديسكاونت؟ ممكن اخد 500 جنيه بس. حبيبتي يا معالي خلاص روحي يا حبيبتي دلوقتي انت بقى على المكتب بتاعك وانا هظبط ال ها وهكلمك. خسيت صح؟ حسيتي قوي يا معالي. شكرا. حسيتي يا معالي، حسيتي يا معالي. لا 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 يا مروة. اسمي نرجس يا مستر حمزة. معلش بقولك ايه، مش دي أوضة كريم؟ لا دي مش اوضه كريم، اوضه كريم في الحسابات، دي اوضه الميتنج روم وفاضي. طب ما دي غير البوجهات جوه. نعم. يعني قصدي مش هو انت جديده هنا ولا ايه؟ لا يا مستر حمزه انا موجوده هنا من زمان. اصل عمري ما شفتك قبل كده يعني. ما هو للاسف حضرتك اللي مش تيجي كتير. لا واضح هتشوفيني كتير الفتره اللي جايه. ماشي شكرا. اتفضلي اتفضلي. بعد اذنك. اتفضلي. شفت كل حاجه على فكره. خلاص بقى خلاص بقى والله العظيم خلاص والله عيط منك يا عم. بقول لك الحاجه امشي سيبها وامشي امشي. مات بليز انا عندي هيدك بس. طب خلاص انا ما هاتش انا مش عايز اسيب. سيور ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ اتفضل يا فندم. بس انا كنت معدي كده فقلت اجي اسلم عليكم. عماد. اهلا وسهلا. وانت؟ كريم محمد مصطفى الشهير بكريم كالكوليتر. متجوزه كريم؟ للاسف يا فندم. طيب معلش يا عمده بقى ممكن كوبايه ميه بعد اذنك؟ ميه؟ خلاص حاضر. فين بيومي ولا شاه بندر ولا فين ال تعالى اتفضل يا فندم. ربنا يخليك يا رب. يا اخي الواحد مش عارف يتجوز ليه والله، بيجيب لنفسه وجع الدماغ. مش كنت يا ابني فضلت معاك؟ والله يا فندم واللي حصل بقى. عارف يا فندم الجواز ده عباره عن الاب ستور، فيه ابلكيشنات كتيره جدا بتختار ان انت تعمل داونلود لابلكيشن معين، فساعات بينزل بياخد كاباسيتي زياده فبتضطر ان انت تفرم. ياه ده انت شايل ومعبي. طبعا بتتكلم كده براحتك عشان مراتك مش موجوده مش كده؟ والله حضرتك عارف بقى تحكمات الست. لا ما انا زيك برضه نفس الموضوع، ما اعرفش اتكلم كده غير وانا لوحدي. دلوقتي معالي قالت لي ان انت هتعمل عمليه لابنك وهتتكلف 15000 جنيه. فادي دول 20000 جنيه، ادفع مصاريف العمليه والباقي خليهم معاك عشان لو حصل اي حاجه، ولو احتجت فلوس تانيه تيجي لي على المكتب على طول. مش عارف اقول لحضرتك ايه يا فندم، ربنا يعلي ترندك ويحبب الفريندز فيك، يا رب يوقف لك كل البروفايلات المزوره ويبعد عنك اصحاب الهاكرز. خلاص يا كريم يا رب يزود. المايه يا الحسابات المخرفه دي مش عجباني يا كريم، ظبط شغلك. حاضر يا فندم. يا ابن الراجل خرج مكتئب. بس بس شوت داون. اتأخرتوا ليه كده؟ بقول لك ايه؟ الكاشير كان زحمه، قوم هات لنفسك. خلاص هتحكي لي حكايه الكاشير؟ بعدين لو قلت له الماجد كان مشاكي على طول.
لا كده فعلا كان هيعرفك. ما انت نجم طبعا، فود البنات اللي تتبهدل وتقف في الطابور وانت تقعد معزز مكرم عصيرك يجيلك. يعني ايه بيصير جولة بصراحه؟ انا يا حبيبتي مفيش نجم بيقف في طوابير. شوفي يا ريم، النجوميه دي مسؤوليه، وعامله بالظبط كده زي الزيت والبنزين في العربيه. البنزين هم المحبين، هم دول اللي هيزقوك لقدام. الزيت هم دول بقى اللي بيحطموك ويكسروك زي ما انت بتعملي كده، ولازم يتحرقوا عشان العربيه تمشي. هو البنزين ولا الزيت اللي بيتحرق؟ لا يا بنتي سيبك منه، ده ما بناخدش منه غير كلام، ده بتاع صفصطه. بمناسبه بقى الصفصطه اللي بتقولها لاختك رشا كده، انت كنت ناطعه مونولوج امبارح على الفيسبوك، ده كان في حد مزعلك ولا حاجه، ولا انت عميقه كده في نفسك؟ لا بحاول اكون عميقه، بحاول يعني على قد لسه. واساسه ايه العمق ده؟ انت مالك؟ ماشي، لا هتبقي نجم، الثقه دي كده هتبقي نجم. لا يعني انا دي حاجه اعتز بيها حضرتك، يعني فخر ليا، فخر ليا ان ده رايك فيا. اشربي عصير يا بنتي. يا همزه يا همزه، فكريني بقى بعلقها في اوضتي الوسام. الجمايه مسؤوليه ليكي، شايفه يا ماما بقى الحاجه احنا بنجيبها لك. اشربي عصير. اشربي يا قلبي. وعايزه كل بنت في مصر ممكن تقع تحت ايد هذا الحمزيار تخلي بالها. ماشي يا حمزه، ماشي. يا كريمة. هاي حضرتك. تعالي حبيبتي. يا منى. بقول لك ايه، روحي اعملي لي فنجان شاي اخضر من غير سكر، انت عارفه بسويه طوال. يلا بسرعه. يعني احساسي ما طلعش غلط، وانت كنت عارفه، وانت كنت حاضره مع الفرحين. هو مين ده؟ هيكون مين يعني؟ البنك اللي ما تقدريش ترفضي له طلب عشان بيقبضك كويس. بصي يا هايدي، انا علشان ست مؤدبه وما بحبش العيبة تطلع من بقي عشان أنا هانم وكيوت، مش هرد عليكي. لكن لو زودتي بقى أكتر من كده أنا هضطر ساعتها إني أضربك باللي في رجلي. لو عاملة نفسك يا حرام بريئة، وكل ما أسألك بقيت فين تقولي ما عرفش. وأنا أعرف منين؟ وبعدين أنت كنت فاكرة نفسك إنك أنت متجوزة راهب، ما أنت عارفاه كويس. آه عارفاه، بس حبيته وكنت فاكره انه مش هيبص بعدي، لكن طلعت غبيه. كلهم يا حبيبتي قالوا كده، بس اكتشفوا في النهايه ان نظره ما شاء الله ستة على ستة وبيشوف كويس قوي. انا اعمل ايه؟ ما تعمليش حاجه، انا اللي هعمل. يا هايدي عقلي كده، ما تخليش شيطانك يوسوس لك في ودانك. انت عايشه في الفيلا هنا معززه مكرمه، وعايشه معايا انا، عايزه ايه اكتر من كده؟ وبعدين كونك انك انت على ذمته لحد دلوقتي يبقى اكيد بيحبك. بلا حب بلا قرف، انا قرفت. عارفه يعني ايه قرفت؟ كلكم قرف كتكل قرف، تحبوا ازاي؟ بصراحه مع احترامي ليكي يعني، انا مش عارفه ازاي ممكن ست تقبل بده. للاسف الست لما بتحب ما بتعرفش تفكر. انت قلتي انك انت حاولت تقتليه كذا مره صح؟ ليه عملتي كده؟ عشان بيتجوز عليا. طب ما تسيبيه. انا بحبه. طب ما هو ما بيحبكيش. لو ما بيحبنيش كان زمانه طلقني من زمان. مش قلتي انه بيخاف منك؟ ده الظاهر بس، انما في الحقيقه بيموت فيا. بس انا يعني معلش ما تاخذنيش، مش واخده بالي وحياتك جيتيلي ليه النهارده؟ انا قلت لك عاوزاكي تعملي لي فيديو انا وحمزه زي اللي عملتيه للعروستين التانيين. انت كده جد ولا بتهزري؟ بتكلم جد. لا حضرتك اصلا مش مصوره افراح، انت ممكن تاخدي حمزه بيه وتروحوا على اي استوديو تتصوروا لكم كام صوره كده حلوين امارات وكام فيديو كده ويتركبوا على بعض تبقى حاجه زي الفل.